يا اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الفقره دي منورانا فيها شابه مصريه جميله، بطله مصريه واحدى المرشحات بقوه للحصول على ميداليه في اولمبياد باريس 2024 في الخماسي الحديث. عايزين نتكلم معاها ونتعرف اكتر عليها، وخصوصا كمان بعد منافستها الاخيره وميدالياتها الاخيره اللي حصلت عليها، عايزين نعرف بقى كواليس كل هذه الامور. طبعا منورانا سلمى ايمن لاعبه منتخب مصر للخماسي الحديث. صباح الفل عليكي واهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك يا سلمى، منورانا وده مكانك، يعني انت منوره مكانك حقيقي. بصي قبل ما نخش في التفاصيل بنحب دايما نعرف برضو الساده المشاهدين على الابطال اللي بيكونوا معانا، فخلينا نبدا. سلمى مين؟ تدرسي ايه؟ عندك كام سنه؟ بداتي اصلا خماسي الحديث امتى؟ ورحلتك لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. انا سلمى ايمن، بطله مصر الخماسي الحديث. انا عندي 23 سنه، بدرس اصغر. ما يبانش خالص، ما يبانش خالص، ما شاء الله. بدرس في كليه لوجيستكس اكاديميه بحريه. اوكي. وانا ابتديت اصلا من الاول سباحه، وابتديت الخماسي وانا عندي 13 سنه. وبدايتك معاه جت ازاي؟ اللي انا كان نزلت كنت بتمرن زعانف مع السباحه، ففي مدرب كان بيمرن خماسي فقال لي خشي جربيها يعني. وقد كان دخلت وعجبتك؟ دخلت بقى وجربت وعجبني بقى الحوار، فبدات بقى العب كل لعبه في وقتها، وبدات خلاص بقى ان انا اسافر بره، وبدات بقى خلاص اللي هو 5 ألعاب كاملين بلعبهم بس. والخيل كمان؟ والخيل. كان في ناس بتشتكي من موضوع الخيل واحتمال كانوا يطلعوه من الخماسي الحديث، هل الكلام ده مظبوط؟ هو اوريدي خلاص، هو ابتدت اول بطوله عالم 17 سنه لسه خلصانه الشهر ده. اللعبه الجديده اتلعبت اللي هي الاوبستكل. خلاص يعني هي بدل الخيل. اوكي، يعني دلوقتي الخماسي بقى عباره عن ايه بالظبط؟ برضو نعرف. هو لحد دلوقتي لسه في الكبار، يعني سباحه وجري ورميه وركوب خيل وسلاح. اوكي. بعد اولمبياد باريس بقى هو هتتشال الخيل ويتلعب مكانها الاوبستكل. يعني اخر دوره اولمبيه هتتلعب بالخيل هتبقى في باريس. لكن الصغيرين دلوقتي خلاص عندهم اللعبه الخمسه الجديده، لعبه بيلعبوها خلاص يعني. جميل، حلو جدا. طيب البطوله الاخيره انت شاركتي فيها وخدتي ميداليه، ايه بقى الميداليه اللي انت حصلتي عليها؟ اخر بطوله كانت بطوله العالم الخماسي الحديث. لا، بطوله العالم لسه في شهر 8 اللي جاي. اخر بطوله كانت فاينل كاس العالم. اوكي. بس دي ربنا وفقنيش فيها عشان كان برضو الفروسيه سببها يعني. هي محجره معاكي شويه الفروسيه؟ الفروسيه. طب احمدي ربنا، هو شالوها لك خالص اهي بالحكايه. الحمد لله. كذا حد كان اشتكى انا فاكره، وحتى كان في ناس عندها مشكله. لا اصلا البطوله دي كان في حاجه غريبه جدا. ليه ده حصل؟ الخيل مختلف، وانك تنقله فيها تكاليف واسعاره مكلفه جدا. ده اللي احنا كنا سمعناها قبل كده. بالظبط. واصلا البطوله اللي فاتت دي كانت غريبه جدا، احنا مش واحد ولا اتنين بس اللي اخدوا الالمنيشن، لا دول 10 يعني. زياده قوي يعني، اول مره تحصل في بطوله يعني العدد ده ياخد الالمنيشن يعني. اوكي. واقوى المنافسين في البطوله الاخيره اللي انت شاركتي فيها دي كانوا منين؟ كان في طبعا ايطاليا وليتوانيا. كان في دول من الدول المميزه في الخماسي. وانجلترا. اوكي. والمجر فيه، بس ما كانش فيه يعني، برضو كانوا زي يعني ناس جامدين فيه برضو، اخدوا اليمينيشن يعني اللي هم ابطال عالم كانوا كسبانين قبل كده، اخدوا اليمينيشن برضو. اوكي. طب احنا فين من الدول دي في الخماسي الحديث اصلا؟ لا احنا الحمد لله دلوقتي احنا يعني نقدر ان احنا نحقق ميداليات كتير، والحمد لله مستوانا بقى زيهم يعني، مش بعاد عنهم خالص. هايل. طب سلمى خليني اتكلم معاكي شويه بصراحه. الخماسي الحديث مؤخرا انا وكريم بنتابع شخصيا، لو انا هتكلم بنتابع شخصيا الملف بتاعكم، وقد ايه انتوا في تطوير كبير جدا، وكمان في الرانكينجز وفي عدد البطولات اللي بتشاركوا فيها والميداليات. هل ده يطمني مقارنه بطوكيو باريس بقى 2024 ان انتوا هتعملوا انجازات اكبر؟ يعني ما احنا لازم ناخد من ابطالنا كلمه، لان بتيجي بعد كده الاولمبيات وما بنحصلش على المرجو او الميداليات اللي احنا منتظرينها منكم، فخلينا نتكلم عن باريس 2024. طبعا هو ان شاء الله ان شاء الله يعني باريس 2024 هنحقق ميداليات اكتر من طوكيو، بس ده برضو في الاول وفي الاخر ده توفيق من عند ربنا. ممكن مثلا اكون ماشيه البطوله كلها حلوه قوي وماشيه اول بطوله كلها، يجي يحصل حاجه في الفروسيه ما نعرفهاش ينزلني تاني. دي مش بايدينا بقى.
طب انت لازم تعملي بقى ستريس الفتره دي من هنا لغايه الاولمبياد احنا كيكي على الفروسيه ولا ايه؟ احنا كيكي برضو مجتهدين وبنتمرن على خيل اكتر وبنغير انواع الخيل عشان نعرف كل انواع الخيل. بس ممكن في خيل برضو يجي لك انت ما تعرفوش وهو اصلا مش عايز ينط، مش قابل يعني. وفي فرق كبير بين الخيول اللي في منطقتنا العربيه وبين الخيول اللي موجوده في اوروبا، مش كده برضو؟ يعني مش كتير يعني، بس يعني كخيل كمستوى بقى والحركات بتاعته وكده، احنا بنحاول اللي احنا نعملها هنا في مصر عشان اي خيل بره جامد ما تفاجئش منه، فبنحاول اللي احنا نتمرن. وبالفعل احنا مبتدئين يعني من بعد طوكيو 2020 يعني. حلو، ايه اللي بينقصنا عندنا يا سلمى؟ يعني قولي لنا ايه المشاكل الموجوده او ايه اللي ينقصنا انتوا كابطال علشان نقدر نقول ما عندناش اي عوائق ان هي تمنعنا ان احنا نحقق، غير طبعا عدم التوفيق اللي اتكلمتي عنه، عشان نبقى فاهمين. هو حاليا يعني انا يعني ما فيش حاجه يعني ناقصاني، لان الاتحاد موفر لي الحاجه اللي انا عايزاها، واللجنه الاولمبيه والمؤسسه العسكريه طبعا، والراعي الرسمي ليا البنك سايب. انت عندك سبونسر بتاعك؟ بنك سايب، فدول الحمد لله. لا احنا ده عم انت جايه لنا بيه صح؟ فدول الحمد لله موفرين لي يعني اللي انا محتاجاه يعني. طب ما بصي، مش اي رياضي او بطل رياضي بيقدر ان هو يحصل على سبونسر، دي بتبقى انت اللي بتفرضي ده بعد كده، ولو طبعا بالارقام بتاعتك كبيره فانت من المحظوظين بقى. فانت كفرد ماديا عشان عندك كمان سبونسر. تمام. هل كل الابطال في الخماسي الحديث في مصر بهذا الشكل، الاتحاد هو اللي كفرنج ذم او يعني مغطيهم، وفي نفس الوقت حتى لو ما عندهمش سبونسر ما عندهمش اي مشاكل؟ مش بتكلم بس ماديا، بتكلم يعني في تمام. لا هو يعني اي حد مش عنده سبونسر يعني بيقدر شوية. اللي هو يكافح مع نفسه، وبرضه لما هيوصل للهدف اللي هو ممكن حد يجي ياخده كده يعني. لما ينجح النجاح الكافي بالظبط، السبونسرز او هم اللي مثلا هيبقوا. يعني طب انت بتلعبي خماسي حديث، والخماسي يعني بنتكلم على خمس رياضات مختلفه، كل واحده منهم على حده ليها تدريباتها وليها موالها. طبعا. يومك عامل ازاي؟ يعني انت عموما عارفه ازاي توازني ما بين الدراسه وبين التدريبات؟ بتصحي من امتى؟ بتتدربي كم مره في اليوم؟ انا بصحى الساعه 4. اوف. ببتدي تمريني الساعه 6 الا ربع، عشان دلوقتي الخماسي اللي هو النظام الجديد ده اللي كل الالعاب ورا بعضها ما فيش فاصل ما بينهم. فمثلا النهارده مثلا كان عندي جري وفروسيه وفتنس. ده كل ده قبل ما تجن؟ لا والله. اوكي. الاسبوع بقى كله كده يعني، انا بتمرن كل يوم، ده اول حاجه، وكل يوم ببتدي مثلا. والمواعيد ثابته صيف شتاء؟ اوكي. وكل يوم ببتدي الساعه 6 او 6 الا ربع على حسب يعني. وممكن في يوم عندي 4 العاب، اتمرن 4 العاب ورا بعض عادي. مش سهله دي على فكره. هي مش سهله. طبعا عليها ومش محتاج سهله مجهود على اهلها يعني. بالظبط. اكيد اهلك، حد في اهل يعني، معلش، والدك او والدتك اكيد حد منهم هو اللي بيعاني معاكي، او كانه هو اللي بيتمرن معاكي. ده لو كانوا بيشوفوها اصلا. هما الاثنين، هما الحمد لله هما مساعدين يعني، وبيراعوا ده كمان. اما ارجع البيت مثلا مش قادره اعمل اي حاجه، طبعا هما بيساعدوني. بس فده حد طبعا. بيوصلك بقى ولا انت خلاص بتروحي لوحدك؟ لا انا معاكي مثلا لو عندي تمرين بالليل وهخلص متاخر بابا بيجي ياخدني. أوكي. لكن بقى لو عندي تمرين كل يوم، لان هم يلا بيبقوا في الشغل. بالتوفيق بقى يلا. لا هم كمان انزلي عندهم بقى الساعه 4 الصبح. ايوه عندهم شغل هم كمان يعني، مش وخلاص انت كبرتي 23 سنه. بالظبط. فبروح يعني وارجع لوحدي. بس وانت اصغر كان الوضع اكيد مختلف. وانا اصغر شويه. لازم أكيد. كان أكيد. لازم يكونوا بس معايا. البطل دايما يا كريم بيبقى احنا بنشوفه هو البطل، بس الناس اللي وراه واهله اللي وراه والشخص اللي بيكون داعم طبعا. اساسي طبعا. هو القصه بتاعت النجاح، دي حقيقة. جزء من قصه النجاح اللي بتحققها. ايوه صح. انت عموما يعني الوالد والوالده اكيد سعداء بالنجاحات اللي انت بتحققيها على المستوى الرياضي، بس هل يعني حد منهم على الاقل قلقان شويه لا تفوقك الرياضي ده ياخد من تفوقك الدراسي او ياثر على دراستك بالسلب؟ مش عارف يعني، ما حسيتهاش. لا يعني ما قالتلكيش يعني؟ لا. اوكي. هي قالت لي انت عندك هدف دلوقتي اوصلي له، وبعد كده يعني نشوف بقى الدراسه يعني. انا كويس دلوقتي حاطين فيكي الثقه الكافيه يعني. بالظبط يعني، انا اجلت الترم ده اساسا يعني. اوكي. اجلته عشان اركز في التمرين اكتر عشان اقدر اوصل وما للهدف قلت اللي لهم انا ان انت عايزاه. هتاجلي الترم؟ محدش قال لك حاجه؟ لا هم معايا يعني، هم في ظهري يعني الحمد هاي لله هاي يعني. هاي.
طب و 23 سنة يعني المفروض تكوني اتخرجتي؟ مفروض مش مشكلة، ما هو عشان سبب كويس يعني. بعد ما تتخرجي يا سلمى انت حابة تعملي ايه؟ يعني في فريم عاملاه لنفسك مثلا لما اوصل 30 هيبقى الرياضة خلاص، فمش هتبقى مفروض واخدة الحيز قوي، هشتغل يعني؟ لسه ما فكرتش في ده قوي برضه، لان انا لسه كل اتجاهي دلوقتي في للرياضة. الرياضة. اوكي، ما اعرفش بقى بعد باريس في تفكير هيتغير ولا لا. depends على النتائج ممكن بتاعتك مثلا. ممكن يعني مش عارفة لسه، بس اللي انا حاساه يعني اللي انا هكمل شوية يعني بعد الشوية باريس. دول بيبقوا قد ايه؟ لان برضو الخماسي الحديث من الرياضات اللي اكيد ليها سقف في يعني الاعمار. انا حاطة هدف اللي انا هكمل بعد 2024 هكمل ل 28 اوكي ان شاء الله طالب. يعني. بإذن الله. ممكن في النص حاجة تحصل انا ما اعرفهاش يعني، بس لحد ده دلوقتي اللي انتوا انا خدتوا هكمله. طعمه معاه. اوكي، ربنا يوفق يا رب ان يا شاء رب الله. ان شاء الله. جميل. طب ولو حاجه حصلت زي مثلا، خليني اسالك السؤال ده بحب اساله تحديدا للبطلات، لو جه قرارين لازم مثلا ترتبطي وتعملي عيله وتشيز نورمال وطبيعي ومشروع، ولا بجد تكملي في مسيرتك لو انت ان شاء الله خدتي بطوله في باريس وعايزه تكملي بعد كده، ايه اللي عند سلمى حاليا اهم؟ ايه اللي اللي انا ممكن اكمل لبعد ال 2028؟ تقولي له كمل معايا ال 28 بالظبط هتستنى؟ يعني اوكي مش مش هتستنى يا هتستنى جماعه خلاص يعني. براحتك. الاول وشرطه which على حسب makes sense درجة برضه. بس هو الحب بقى كتفكيري يعني. اللي هو انا هكمل لحد ولو قابلته 2028. بقى قريب تقول له خليك معايا بقى ال 28 معانا انت في 29 بقى، من اول 29 مع معايا. بعض ان شاء الله. لا اصل برضو ارجع واقول لك، خلي بالك في حاجات كده بتبقى قدريه يعني، مهما بالظبط، كنت مخططه لنفسك بس ما تعرفيش يمكن اكيد في حاجه هتحصل في النص يعني انا ما صح. ما اعرفهاش اكيد يعني. اوكي. بس طيب انتوا من هنا بقى لغايه بدايه انطلاق فعاليات الدوره الاولمبيه الجديده ان شاء الله باريس 2024، يعني خطتكم ايه اللي في الاستعداد؟ هل في بالظبط مثلا معسكرات. معسكرات؟ هل هيبقى في منافسات طبعا وديه احنا لسه بشكل ما او باخر؟ خلصناش يعني، احنا لسه عندنا مثلا، عندي اخر الشهر ده بطوله تبع الرنك للرنك الاولمبي، اوكي وبعديها على طول بقى في اخر 8 عندي بطوله العالم برضو مؤهله اولمبيات 24، وبعديها على طول بيومين بعد ما ارجع من بطوله العالم عندنا الافريقيه. يعني انت دلوقتي تأهلتي بالفعل للمشاركه في باريس انا خلاص احنا 2024، ابتدينا ولا من ده اول السنه؟ لا متوقف لسه. على مشاركاتك في البطولات اللي انت بتتكلمي عليها؟ ايوه لسه، ما هو انا هو كانت اول بطوله للتاهيل مباشر، كانت البطوله اللي فاتت دي اللي ربنا ما وفقنيش فيها. بس ودي كانت اول بطوله، اوكي. والبطوله اللي جايه اللي هي بطوله العالم اللي جايه في اخر 8 هتبقى فين يا فندم؟ في انجلترا. في انجلترا. اوكي. وقبليها بقى اللي هي اخر الشهر دي في بطوله في هولندا، بس ده رانك يعني الرانك الاولمبي اوكي. بس، وبعد بقى بطولة العالم في الأفريقية برضو مؤهلة. سفر سوى كتير الأول. برضو. بس هي مش بس سفر، سكادجول والسنة اللي جاية كلها مضغوط بقى. قوي يعني، الجدول مضغوط دي بشكل حقيقة. كبير يعني. فعلا. يعني انتوا كرياضيين ما بيبقاش عندكم وقت للحياة الاجتماعية، الحياة الدراسية ناس كتيرة عندها بتبقى يعني مشكلة في ان هي تعمل بالانس، بس انتوا كمان الحياة الاجتماعية اكيد بتأثر بشكل كبير. اكيد طبعا، لان احنا برضو اللي هو ما مثلا ما فيش سفريات كتير لان نسافر نصيف حوارات صيفي دي. فين ده؟ انت جايه من انجلترا رايحه باريس، جايه من باريس رايحه برلين، عايزه اكيد اهلي تصيفي ايه بيقولوا لك اكتر من خليك يا كده؟ سلمى احنا هنروح ونرجع لك بسرعه. هم على شيء فكره عجيب هم جدا. بيسافروا فعلا، هم عايزه ايه بيسافروا اكتر من شويه. كده يا سلمى؟ انا مش فاهم ده، احنا مش عارفين لا نروح الساحل هنا يا لا ست لا لا، الناس. كان سافر اللي هو مثلا ما نعملش اي حاجه، اللي هو مثلا نقعد بقى كده على البحر يعني، ما نعملش اي لا حاجه. بس اكيد برضو كواليس البطولات اللي بتشاركي فيها، مثلا اذا بتقولي عندك حاجه في هولندا وعندك حاجه في انجلترا وعندك في اكيد طبعا اكيد برضو في بننزل كواليس يعني، لطيفه بننزل يعني. اكيد يعني. اكتر سفريه او بطوله بره مصر شاركتي فيها وكانت فعلا كواليسها ممتعه؟ كواليسها ممتعه. مش بعيدا عارف. عن المنافسات بقى والنتائج اللي اتحققت، انا بتكلم على سفريه حلوه معاكي شله لطيفه من الزميلات خربتوا الدنيا في الرحله دي. هو كل السفريات اصلا بنعمل كل خربينها على حاجه. طول. بنعمل بس بعد ما بنخلص البطوله، بعد ما اوكي. بنخلص الحاجه المهمه بتاعتنا بننزل بقى نشوف هنخرج فين، ننزل طب نسهر فين كده يعني. حلو. غير كده جوه البطوله ما فيش حد تركيز بيعمل بقى حاجه. طبعا. بس طيب بصي يا سلمى عشان الوقت بيعدي، بس حابين نطمن منك اكتر ونركز على باريس ان شاء الله 2024. ان شاء الله. سلمى الى اي مدى مستعده؟ بنسبه كام في الميه تقدري تقولي لنا ان سلمى ان شاء الله لو شاركت في باريس هتقدر ان هي تحصل على ميداليه، وميداليه ايه؟ خلينا نعرف ناخدها كلمة.
ان شاء الله الذهب. هحاسبك عليها بعدين. ان شاء الله الذهب باذن الله. ان شاء الله الذهب بنسبه كام في الميه سلمى باذن الله؟ ان شاء الله ان شاء الله بنسبه 90 95 95 ان شاء الله. خلي بالك الكلام ده ربنا يكرم يعني. الكلام ده بيفضل موجود. والله احنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا وفي الاخر ده بتاع ربنا. بس بيبقى ليها استعدادات خاصه يعني. انتوا طبعا تكونوا ابتديتوا من وقت طوكيو تشتغلوا على باريس، ده اللي احنا دايما بيقولوه لنا يعني رؤساء الاتحادات المختلفه، يقولوا لنا احنا بنشتغل من بعد انتهاء الاولمبياد. دي حقيقه فعلا. فانتوا يعني جاهزين بنسبه كبيره. يعني انا مثلا ربنا ما كرمنيش ان انا اسافر طوكيو، انا ممكن اكون بدات قبليها لباريس بقى. ففرصتك كمان اكبر. بس الحمد لله ان شاء الله. انت كمان يعني بسم الله ما شاء الله في رحلتك مع الخماسي الحديد خدتي جوائز كتير وبطولات كتير وميداليات كتير سواء على الصعيد الفردي او الجماعي. اغلى ميداليه منهم او اغلى كاس منهم كان ايه؟ الميداليه الاولمبيه. دي كانت اكتر ميداليه بجد كنت مبسوطه بيها جدا. اشمعنى؟ هل عشان المنافسه في البطوله دي كانت اكبر لا من غيرها؟ لا كمان هو كان حدث كبير قوي وانا اصلا كنت رايحه البطوله خايفه جدا. كان فين البطوله دي؟ كانت فين؟ ارجنتين. اوكي. فدي كانت اصلا البطولات اللي انا تاهلت، اصلا التاهيل بيبقى اصعب من الاولمبياد اصلا. اوكي. بس فالبطولات اللي قبليها اصلا انا بلعب مع الناس اللي هم كانوا متاهلين معايا، انا يعني ما كنتش بقف على البوديوم اساسا. بس فاكيد كنت رايحه خايفه فكنت متوتره جدا بقى. فساعتها بقى الحمد لله ربنا كرمني واللي انا اخد الميداليه الذهب يعني. ما شاء دي الله. اغلى ميداليه عندي اكيد. سلمى الاصابات في الخماسي الحديث هل بتبقى بيرسنتج او نسبه كبيره ولا؟ هو ممكن على حسب اتجاه التمرين، مثلا في مثلا واحد بيكون بيحمل اكتر في لعبه، بس اكيد في اصابات يعني بتحصل. انت ما حصلكيش اصابات الحمد لله؟ لا حصل لي طبعا. الافريقيه المؤهله لطوكيو 2020 جالي مزق في الضمه، ده اللي ما خلانيش. دي اصابه كبيره وحرمتك من المشاركه. ده اصلا ما خلانيش اكمل البطوله اصلا. ما لحقتش العب غير السباحه بس. اوكي. السلاح ما كملتهوش. ايه اصعب حاجه في الخماسي ايه مفروض غير الخيل؟ يعني الخيل عليها كلام كتير. اعتقد ما فيش يعني، كله زي بعضه يعني. او الناس يعني الرياضي اللي هو عارف اللي هو الالعاب كلها متوازنه مع بعضها. طب انت لما تكوني مثلا حاسه ان انت مميزه حبتين، قوية شوية في تفصيلة معينة من الخمسة دول، أو مثلا زي مثلا السباحة، هل ما فكرتيش إن أنت طب تستغلي قوتك في السباحة في إن أنت تركزي على السباحة كرياضة مستقلة مش ضمن خماسي حديث؟ ما أنا كنت في السباحة، بس الفكرة في السباحة مش كبطولات بقى اللي أنت تسافر دي صعب جدا، لأن المنافسين بره أقوياء جدا. مستويات تانية بقى. أو عن مصر أساسا. لكن حتى في بطولة السباحة سباحة. كويسين. حتى في بطولة السباحة سباحة ما بيقدروش. بيطلع لنا كل فترة فين وفين يعني، كانت رانيا علواني طبعا بعدين فريدة عثمان طبعا. كل فترة السباحة لعبة صعبة جدا كمنافسات بره مصر. صعبة جدا يعني. فلا برضو اللي خلاني اللي انا اتجه للخماسي السفريات، واللي انا بدأت اللي انا اخش العب خمس العاب غير بعضها اساسا. وبدأت اللي انا اسافر واكسب، فده اللي خلاني بقى اللي انا خلاص اسيب السباحه خالص وافضل في الخماسي. بس واضح ان انت حابه فكره السفر لوحدها بعيدا عن البطولات، الفكره نفسها طبعا لطيفة. يعني الف واشوف العالم يعني. احلى حته رحتيها فين؟ اصل انت قلتي شويه اسماء حلوه كلها. احنا اكتر اصلا بلد بنسافرها المجر. اوكي. انجلترا حلوه قوي. وايه تاني؟ والمانيا. الارجنتين اخبارها؟ الارجنتين حلوه جدا، بس انا بقى ما لحقتش اللي انا انزل الف يعني. اوكي. بس هي بعد البطوله بس اللي نزلنا واتفسحنا، غير كده كان تمرين وعلى البطوله على طول. أوكي. على كل حال سلمى انت من الناس اللي احنا عندنا ثقه فيهم ان شاء الله في باريس. يا رب. نتمنى التوفيق ليكي بجد والله العظيم. انتوا كل واحد فيكم بيمثل مصر يعني بشكل كبير، وكلنا بصي بقى كم مليون بيبقى بيدعي لكم بيبقى نفسه ان هو تفرحوه، فمسؤوليه كبيره جدا. بالتوفيق وان شاء الله يبقى لينا لقاء بعد باريس، بس تبقي يعني او حتى في باريس نبقى بنصور معاكم، بس تبقي فعلا حققتي اللي نفسك فيه اللي هو الميداليه الذهبيه باذن الله. نورتينا، بنشكرك على وجودك معانا ونشوفك على خير ان شاء الله. طيب خلونا بقى نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعديها. اتفضلي.